<applause> اليوم تم افتتاح ديال المحطة ديال تمارة هاد المحطة اللي عندها خاصية هامة بالنسبة للشبكة السككية بحكم العدد ديال السكان والتطور ديال العدد السكاني ديال المدينة ديال ديال والعدد المضطرد ديال الزبناء ديال ديال تمارة فكان لي زمان أنها تكون محطة اللي مع, مع مع المتطلبات والتطلعات ديال الساكنه ديال ديال تماره إذا بطبيعة الحال بحال اللي كتلاحظوا أنها محطة اللي فيها جميع المرافق اللي خصهم يكونوا في محطة حديثة. كذلك كل ما يتعلق بالولوجية لا بالنسبة للمسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة لا بالنسبة للمسافرين اللي عندهم حقائب ثقيلة. كذلك الخاصية ديال هذه المحطة هو أنه لحدود البارحة كان الولوج كيتم غير من هذه الجهة اللي حنا فيها. فابتداء من اليوم. كاين الامكانيه ديال الولوج للمحطه من جانب الوفاق على اساس ان كاين واحد المجموعه ديال الساكنين كتكون من الضفه الاخرى ديال السكه الحديديه وبالتالي فجهزنا الجانب الاخر بشباك للتذاكر وكذلك تسهيل ديال الولوجيه بمصعد وكذلك في لا, لا هناك لا دو بالنسبه 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 للارصفه هذا في الجانب ديال ديال المحطه فيما يخص جانب ديال العرض السككي فيما يخص المحطه ديال سماره فبالموازاه مع المحطه فابتداء من اليوم العدد القطارات اللي غتوقف كتوقف في سماره في الاتجاهين في اتجاه ديال الرباط قطار في اتجاه ديال الدار البيضاء دا غتمر من 28 قطار الى 44 قطار بحيث غتكون تقريبا هناك وتيره ديال القطار على راس كل 30 دقيقه فيما سيمكن الساكنه ديال سماره أن يكون عندها تقريبا ان اغوغ فيما يخص لا الاتجاه من الرباط والقنيطره ولا فيما يخص اتجاه المحمديه والدار البيضاء قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي